30 بلا اللعيبه 36 نيكولا اوبوكو 3 سليمان كشوك 4 حمزه العقل افريقي دخول سليمان كشوك مكان العابدي والحداد الخفيفي سيموني بدايه المباراه بإدارة الحكم وسام رزقلة تشكيلة النادي البنزرتي كرة على اليمين محمد الحبيب يكن فادي بنشوك 1-2 ناجحة العرضية داخل منطقة الجزاء والهدف الأول رائع جدا الهدف زياد العنلي ننتظر من هو صاحب الهدف هدف ولا أجمل ولا أروع مع بداية المباراة فقط 5 دقائق لعب احتاجها النادي البنزرتي لافتتاح باب التسجيل دفع في هذه المباراة ولحظة اخر خطيرة تضرب ترجع تضرب ترجع ما فماش هدف ما فماش هدف يقول الحكم ما فماش هدف يقول الحكم اسامة رزقلة تحذير مرة أخرى بنفس الطريقة والتسديدة بعيدة بعيدة على مرمى الحارس خميس غير ناجحة تبقى الكرة داخل منطقة الجزاء والفرصة الخطيرة من اليوسي سي ثم كرة ثانية من زياد العنلي خطير جدا النادي البنزرتي مع بداية المباراة النادي البنزرتي خطير محمد الحبيب كان رأسية سليمان بشوك باليسار باش يوزع واضح يوزع كشوك راسية وفوق المرمى محاولة لصالح النادي الافريقي بعد هيك الخمسة تتنفذ ضربة ركنية ترجع للنادي البنزرتي ومرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى النادي البنزرتي قادر على إضافة الهدف الثاني شكيب عديدة هي والتوزيع باش يكون باليمين بالفعل عارف الخيني ممتاز الخيني مرة أخرى وهجمة وحيدة الافريقي يبقى عاجز الى حد الان تبع صابر خليفه تحذير ممتاز خليفه صابر على اليمين حمزه العقربي العرضيه العقربي العقربي عنلا فوق العارضه فوق العارضه من خليل عنلا الكره الثانيه الفرصه الثانيه والراسيه الثانيه من الشاب خليل عنلا المهاجم بعد عرضيه حمزه العقربي امامكم الاعاده على الصوره الكره كو الى صابر خليفه يمشي من اليمين لليسار كره عون الله سليمان داخل منطقه الجزاء عون الله صابر خليفه صابر 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 فرصه للنادي الافريقي في اتجاه ابراهيم الشنيحي محمد حبيب يكن قدام سليمان بشوك في التغطيه يبحث على المراوغه حاول المباغته حث على المباغته بحث على مباغته عطف تخيلي لكن كورتو مرت فوق مرمى حارس الافريقي فرتي وهذه كره من حمزه جداسي في رسم العربي ينفذ به الكره في القائم الثاني راسيه فوق المرمى كانت محاوله فوق مرمى الحارس خميس الثامري المدربين تبع هذه العمليه زي العنلي يعمل مراوغه خطير العنلي يسدد وخطير في رسم العربي وهدف ثاني في رسم العربي وهدف ثاني لصالح النادي البنزرتي باليسار بكل قوة في القائم الثاني للحارس عاطف الدخيلي في راس بالعربي وتوج مجهودات كبيرة بهدف ممتاز في المرمى الافريقي هدف جميل جدا لفراس بالعربي وهدف ثاني للنادي البنزرتي من قالوا عاطف الدخيلي حتى حل صراحة تسديدة قوية باليسار في القائم الثاني السعيداني السعيداني ضربة جزاء ضربة جزاء للنادي البنزرتي ضربة جزاء لصالح النادي البنزرتي الكرة كانت من بلال السعيد بين يكن وعاطف الدخيلي يتقدم والهدف الثالث يضاعف النتيجة الهدف الثالث شكيب للنادي البنزرتي 3 أهداف رقم الفار كثير كرة صابر خليفة لمحث عن هدف حفظ ماء الوجه صابر كرة لمحث عن الهدف والهدف الأول هدف حفظ ماء الوجه صابر كرة للافريقي صابر خليفة وحده خليفة وكاد يسجل الثاني بمجهود فردي صابر خليفة صابر خليفة يحارب وحده يجلس بن والناس بن والناس داخل منطقة الجزاء والبنزرتي كان قريب من التسجيل الرابع مهدي الرصايصي كانت من مهدي الرصايصي في الافريقي العودة لنزل المجري قبل ذلك